اول ملف يا ابو خليل جاءني من النادي الاهلي في كلام كتير ان مستر مارسيل كولر مركز على تدعيم كل المراكز داخل النادي الاهلي، وان عنده مقترحات باكتر من لاعب اجنبي. يا ترى الملف ده هل في لاعبين اجانب فعلا مرشحين في اكتر من مركز للنادي الاهلي الاول؟ بالنسبة للصفقات بتاعت يناير، أو هي الصفقات بشكل عام سواء يناير أو الصيف اللي جاي، كابتن مارسيل كولر فاجئ الجميع داخل النادي الأهلي بعد مرور 4 5 جولات من الدوري، بعد 4 ماتشات مع الفريق وماتش السوبر وماتشين الاتحاد المنستيري. البداية كان عنده تحفظ على في مركز حراسة المرمى على التفاوت ما بين مستوى محمد الشناوي وتحتيه علي لطفي ومصطفى شوبير، يعني كان شايف ان محمد الشناوي كمستوى اعلى منهم بكتير، لكن هو ما كانش يعني هو حابب التدعيم في المركز ده، لكن لو ما فيش واخد وعد من بيشيل يانكون مدرب الحراس انه هيبقى في شغل مكثف على الحراس عشان يبقى في تقارب من المستوى. تمام. ده بعد كده اتنقل على طب باقي المراكز ايه؟ الراجل شايف ان المراكز كلها عايزه تدعم، طبعا بعيدا عن مركز حراسه المرمى، الراجل شايف ان هو عايز مدافع، ونقطه المدافع هنا الناس طبعا تقول لك طب ما في ياسر وفي ناس وفي رامي ربيعه وفي ايمن اشرف وفي محمد مغرابي وفي عبد الرحمن رجاني اللي الاهلي لسه جابه في الصيف الماضي. يعني الراجل شايف ان الاربعه دول تحديدا بخلاف محمد عبد المنعم ومحمود متولي مستواهم مش هو المستوى اللي هو عايزه في اللاعب اللي يلعب في مركز قلب الدفاع. الراجل عاوز لاعب يلعب في قلب الدفاع عنده صفتين. الصفه الاولى ان هو يكون بيعرف يطلع بالكوره، يعني يعرف يحضر الكوره ويطلع بالفريق من منطقه الدفاع لمنطقه الهجوم، وده طبعا ما بيعملوش رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم. بالنسبة لعبد الرحمن رجاله ومحمد مغربي، الراجل متحفظ على محمد مغربي من حيث ان هو في الالتحامات مش قوي، وزي ما قلنا برضه هو لاعب ما بيعرفش يطلع بالكورة. بالنسبة لعبد الرحمن رجال، الراجل شاف ان هو كلاعب خبرة ما يقدرش يشيل الاهلي في الفترة ديت، في فترة الاهلي مطالب منه انه يرجع بطولة زي بطولة الفريق اللي هي مش موجودة في الدولاب بتاعه اخر موسمين، فريق عاوز ينافس على دوري ابطال افريقيا عشان خسرها في اخر نسخه، فهو راجل متحفظ على دول. وبالتالي الراجل هنا عاوز مدافع. طيب الناس بتقول طب ما انت عندك محمود متولي ومحمد عبد المنعم، محمود متولي شغال والراجل اتصاب مع المنتخب في الفتره الاخيره، لكن ما هو موجود وهيبقى متوفر معاك مثلا على ماتش اللي بعد غزل المحله. الراجل لا، الراجل شايف ان الملف الطبي لمحمود متولي الملف بتاعه صعب شويه، اللاعب بيتصاب كتير، اللاعب ما بيستحملش الضغط الكتير، يعني اللاعب لما لعب مع الاهلي ماتشين الاتحاد المنستيري وماتش السوبر المصري قدام الزمالك ادي 3 ماتشات، ولعب 3 ماتشات في الدوري ادي 6 ماتشات، بمجرد انتقاله لمعسكر منتخب مصر وخد حمل بدني زياده شويه اللاعب جاله تمزق، حتى وان كان تمزق خفيف بس اللاعب جات له اصابه. الراجل شايف ان الملف الطبي بتاع محمود متولي في اخر موسمين تحديدا صعب شويه، اللاعب بيتصاب كتير، ممكن الفتره الاخيره ما فيش اصابات متكرره او الفتره ما بين الاصابه والاصابه كبير بس بيتصاب، وبالتالي الراجل مش لاقي بديل لمحمود متولي. فالراجل قال لهم انا عايز يكون بديل عندي زي محمود متولي، البديل ده موجود، محمود متولي مش مصاب، محمود متولي اساسي، لكن البديل ده موجود، محمود متولي حصلت له اصابه كاف ايا كان السبب لغيابه، الراجل ده يكون متواجد معايا، وبالتالي هو عايز مدافع شبه محمود متولي بالظبط. طب في هنا مرشحين، يعني حته المرشحين دي لسه الراجل اتفرج على لعيبه كتير، والمفاجاه هنا ان في لاعب في خط في الدوري الممتاز به الراجل حاطط عينه عليه، بس الاسم يعني للامانه عشان ما نبقاش برضه بنقول اي كلام، الاسم لسه ما توصلتش ليه، لكن في لاعب في دوري الممتاز بيه الراجل مقتنع بيه جدا وبيشوف له كذا ماتش ولسه هيتابعه الفتره اللي جايه لتدعيم خط الدفاع. ده بالنسبه للمركز الاول. المركز الثاني طبعا خط النص، الراجل شايف ان عمرو السوليه مش مديله اللي بيديهوله حمدي فتحي. يا جماعه انا عايزكم تركزوا مع ابراهيم الخطيب، لان دي عباره عن
تصور كامل عامله مستر كولر لفريق النادي الاهلي من خط حراسه المرمى للهجوم، وده اللي هيتكلم فيه مع الكابتن محمود الخطيب خلال الساعات القادمه في اجتماع الخطيب وكولر وامير توفيق، وده ما كانش بيحصل في الاهلي قبل كده. يعني انت خلي بالك احنا مش بنتكلم دلوقتي على صفقات جديده ولا بنتكلم على لعيبه جايه ولا لعيبه راحله، لا ده دي رؤيه كولر للفريق من حراسه المرمى ثم الدفاع ثم خط الوسط ثم الهجوم كفريق ككل، وكيف يدعم والكواليتي اللي مطلوب للأهلي حتى يكون بالقوة التي يتمناها مجلس الإدارة والجماهير، وده كلام لأول مرة يتقال، خلي بالك كويس جدا. يعني شوف عمرو السولية، هناك فرق إني أنا بقول ككولر في التصور بتاعي عمرو السولية مش مديني اللي أنا عايزه يعني عمرو السولية وحش، لا لا، ده كولر وصل لدرجة انه عايز عمرو السولية الرئيسي ده يبقى عنده نمرة اتنين منه بنفس المستوى او يجي حد احسن من عمرو السولية حبا منه في الاهلي حتى الراجل مش متحفظ على لعبه انها تمشي. لا ايوه برافو عليك، انا حبيت بس اوضح دي عشان الناس ما يحصلش عندها خلط انه مش عايز عمرو السوليه، مش عايز محمود متولي، فاهم؟ لا لا لا، هو عاوز يعلي الكواليتي. ايوه برافو عليك، برافو عليك. بنفس الكواليتي ده بنفس الحاله البدنيه الكبيره اللي تقدر تمشي الفريق الموسم كامل موسمين ورا بعض، الفريق يقدر يحقق البطولات من خلال التصور ده. تمام، ده بالنسبه لخط النص. المفاجأة هنا بقى في مركز الظهير الأيسر. الراجل طبعا هو بالنسبة لأيمن أشرف مش مقتنع بيه في مركز الظهير الأيسر بشكل كبير، فهو دلوقتي شايف إن رقم واحد علي معلول، رقم اثنين محمد أشرف، رقم ثلاثة رأفت خليل، رقم أربعة كريم الدبيش. تمام، الثلاثة دول كده الراجل شايفهم إن مستواهم مش نفس مستوى علي معلول، يعني أنا لو علي معلول وقع مني في الموسم سواء اصابه او غياب او في ماتشات كبيره تراكم انذارات مثلا وانا هلعب ماتش في افريقيا كبير او في الدوري ماتش مهم او كده، شايف ان الاربعه اللي بعد معلول دول مش على نفس القدر ونفس المستوى بتاع علي معلول، فالراجل هيقدم تصور ان والله لو تقدروا تجيبوا لي باك شمال في يناير او نهايه الموسم يبقى يا ريت. طب الباك الشمال ده الراجل اقترح ان يكون لو هتجيب اجنبي وانت شايف ان قائمه الاجانب بتاعتك عايز تدعمها من فيز مراكز الهجوم فقط مش مهم، هات لي لاعب تحت السن باك شمال يكون في نفس مستوى علي معلول او اقل شويه منه على طول، يعني يبقى اعلى من محمد اشرف وكريم الدبيس اللي لسه جاي من وادي دجله في الصيف اللي فات ورأفت خليل وكده. فالراجل هيقدم التصور ان لو تقدروا، وبالمناسبه هو عقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ بعد ماتش المقاولين العرب ويعني لمح له للموضوع ده ان في امكانيه ان احنا نجيب باك شمال تحت السن يكون في نفس قدرات علي معلول او اقل شويه يكون بيديني نفس اللي بيديه علي معلول ولا لا؟ تمام، ده اللي هيطرحه على الكابتن محمود الخطيب. ده بالنسبه لمركز الظهير الايسر. بالنسبه اللي بعد كده صانع الالعاب، الراجل مش هنقول ان هو مش مقتنع بقفشه او مش مقتنع ببرونو سافيو في المركز ده، ان برونو سافيو جناح، يعني برونو سافيو لما بيجي جناح يمين او شمال بتبان الخطوره بتاعته، الدليل في ماتش طلائع الجيش اللي فات الراجل صنع جون التعادل من خلال ان هو كان متواجد في مركز الجناح مش مركز صانع الالعاب. ولكن الراجل شايف ان المركز ده لا، هو عايز كواليتي اعلى. الكواليتي ده مش اللي هو الكواليتي ده زي ما بنقول كده بالبلدي كواليتي ماشي على سطر وسطر، لا الراجل عايز كواليتي يمشي معاه على مدار الموسم يبقى بمستوى واحد يديله اللي هو عايزه في المباريات على المدى البعيد سواء دوري افريقيا المباريات المحليه سواء الدوري او الكاس او السوبر المسابقات المحليه بشكل عام بالاضافه للمسابقات الافريقيه، خصوصا انك انت لو بتتكلم على المسابقات الافريقيه انت بس لو هدفك انك تحقق افريقيا فانت عايز تدعيم اكبر عشان لو انت خدت افريقيا باذن الله انت هتلعب في كاس عالم انديه وبالتالي عايز كواليتي اعلى. فالراجل شايف ان برضه مركز 8 ومركز سنة العدة مهم جدا. المفاجاه الثانيه برضه او الثالثه زي ما بنقولها ان الراجل عايز تدعيم الجناحين مش الجناح الايسر فقط زي ما بيتقال، لا الراجل عاوز يدعم الجناح الشمال والجناح اليمين. تمام، والنسبه الكبيره ميال هو الراجل ليها ان يكون
أجانب، الجناحين يكونوا أجانب، وبالتالي هنا ملف بيرشتاو لسه مفتوح، وبقاء بيرشتاو في يناير لحد دلوقتي زي ما بنقول كده 50 50، ولحد دلوقتي زي ما بنقول يعني بيرشتاو مش مقنع قوي، بس ده اللي لسه اللي لسه هينقله كولر، يعني ممكن على نص ديسمبر اللي احنا فيه الراجل هيكون مد قرار في مصير بيرشتاو بنسبة كبيرة، وبالتالي هو الراجل ميال لتدعيم الجناحين اليمين والشمال. طيب الناس هتتكلم على مارسينو لاعب كواساكي الياباني، الراجل شايف ان كواساكي الياباني زي اللي ما بنقول كده اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، انا الراجل عايز يقول يعني انا شفت اللي انا والجهاز المعاون شفنا مارسينو، وبالتالي لو في امكانيه ان احنا نفتح كلام تاني مع النادي بتاعه وان احنا نجيبه تمام، ما فيش اعرضوا عليا ترشيحات وانا هتفرج عليها واشوفها. الراجل برضو في النقطة ديت هو محتاج يدعم الجناحين بشكل كبير. مركز المهاجم بقى المفاجأة إن الناس كلها بتقول إن الراجل عاوز يدعم مركز المهاجم، وده المركز الرقم واحد المعلومة اللي عندي إن هو مش مهتم بالموضوع بتاع مركز المهاجم. بالظبط. الراجل بالنسبة لمركز المهاجم هو يعني لو جاله جناح بيلعب بمواصفات مهاجم وبالتالي هو مش هيحتاج مهاجم أجنبي، يعني هو مركز المهاجم ده آخر اهتماماته، وهي اهتماماته خط الدفاع، خط النص، الجناحين، الظهير الأيسر لو أمكن بنسبة كبيرة، يعني بل يعني دول التصور بالنسبة للراجل بخصوص التدعيمات. طبعا الراجل في جلسة هيعقدها، الجلسة دي هتبقى لأول مرة يبقى فيها 3 أشخاص، الكابتن محمود الخطيب بما إنه مفوض من مجلس إدارة النادي الأهلي بالإشراف على ملف كرة القدم، والكابتن أمير توفيق ومصر الكولر، هيبقى فيها ال3 أطراف دول. الناس طبعا هتسأل طب فين شركة الكورة؟ طب فين لجنة التخطيط؟ يعني عايزين نقول كده يعني الكابتن أمير توفيق طالب إن لجنة التخطيط يعني ما يبقاش ليها دور في الصفقات الأجنبية. يعني لو وخلي بالك، والكابتن محمود الخطيب مع هذا الرأي. بالظبط، فبالتالي الكابتن محمود الخطيب يعني احتراما برضو زي ما بنقول كده الادوار او المناصب في النادي الاهلي، يعني خلى لجنه التخطيط لو ليها ترشيحات تكون ترشيحات على الصعيد الاجنبي، ترشيحات بخصوص اعاره اللعيبه، يعني الحاجات المحليه بشكل كبير تبقى متولاها او بتتولاها لجنه التخطيط، لكن على صعيد صفقات الاجانب الملف كله هيبقى مع امير بتاع الاجانب. بالظبط، هو يعني الكابتن امير شغال هو ومعاه فريق سكاوتنج، فريق صح. السكاوتنج ده بالمناسبه طلع عليه كلام ان الاهلي وانا عايزه هنا اثني على الكابتن محمود الخطيب في الجزئيه دي، في ايه المعلومات اللي واصله لي، وقول لي صح ولا غلط، ان الكابتن محمود الخطيب عمل ضبط زوايا في الحته دي. ليه؟ لان لجنه التخطيط لما كانت بتشوف اجانب كانت بتتعامل مع وكلاء اضروا بالنادي الاهلي في تسريب المعلومات، وفي نفس الوقت كانت بتضرب بدون قصد شغل امير توفيق. امير والمجموعه اللي معاه على مستوى التعاقدات الاجنبيه عندهم احترافيه كبيره، وما بيتعاملوش مع وكلاء بمقدار ما بيتعاملوا مع شركات كبيره ومتخصصه فيها البرتغالي وفيها الجنسيات الاخرى، وده اللي مخلي هذا الملف سينجح مع امير توفيق. بالظبط، هو الكابتن محمود يعني الكابتن عامر توفيق في البدايه برضه عايزين نقول ان الكابتن عامر توفيق يعني الرغبه اللي عنده ده عاوز يفرض سريه كبيره برافو جدا على عليك، ملف. ما هو ده اللي انا عايز اقول، انه مش خلاف بمقدار ترتيب اوراق. بالظبط، هو الراجل عاوز يعني صح هو الراجل وجهه نظره ان لجنه التخطيط صح مش هتتفاوض، انا اللي هتفاوض وبالتالي الملف يكون معايا. لا، وبعد كده كمان يا هيما، كانت لجنه التخطيط 700 مليون وكيل بيعرض ناس اجانب، فبحكم انها هي عايزه تشوف، فكانت السوق مفتوح. امير ما بيعملش بالظبط، كده، امير بيروح لحتت خاصه ولعيبه بكواليتي معين، بتكلفات معينه، بترتيبات معينه، مع ناس معينه، وعنده سريه مطلقه في الملف ده. يعني هو الراجل عاوز يشتغل بسرية أكبر، محتاج إن هو يعني يشوف احتياجات المدير الفني، يعرض عليه الناس اللي هو اللي السكاوتنج بيعرضها عليه، الفريق السكاوتنج اللي موجود اللي هو بيختار اللعيبه ديت، تمام، عاوز يشوف اللعيبه يوريها للمدير الفني، صح. لان لجنه التخطيط كانت بتجي لها ترشيحات كتير جدا صدفه، يعني
اللي هو ايه، انا جالي مثلا 50,000 سوق ترشيح، سوق خدت منهم مفتوح، سوق 50,000. مفتوح. ايوه فبالتالي انا ممكن اقع في لاعب، انا صح، اكيد الوكيل هيعرض عليا فيديوهات للاعب كويسه، لكن هو كلاعب كواليتي مش عالي. ثانيا الكابتن امير توفيق دايما يطلع وكيل لاعبين يقول لك انا عرضت على اللاعب كذا معروض على النادي الاهلي، صح. يجي الكابتن يكلم الكابتن امير توفيق يقول لك لا هو مش معروض عليا. بيبقى عباره عن ايه، الوكيل مع رقم الكابتن امير توفيق يبعت له على الواتساب او على الوسيله التواصل اللي هو يقدر يتواصل بيه معاها فيديوهات للاعب وكلام او عن اللاعب وقيمته التسويقيه وبتاع. كابتن امير توفيق ما كانش بيرد او كان بيتجاهل، لان هو شغال بخطه معينه في فريق سكاوتنج، احنا مثلا عايزين ندعم مركز الجناح الشمال، بيبلغ فريق السكاوتنج عايزين ترشيحات غير الترشيحات اللي بتيجي من المدير الفني، بيجيبوا ارقام للاعب، بيجيبوا حاجات معينه للاعب، بيعرضوها مع بعضهم وبالتالي بيتم الاختيار. ده ما كانش بيتم في اخر موسمين ثلاثه، ما كانش فيه اختيار ده، بدليل زي ما شفنا اليو باتشي، زي ما شفنا لعيبه كتير جات يعني زي ميكيسوني، لعيبه مش بالمستوى بتاع النادي الاهلي او اللي يحقق طموحات النادي الاهلي. وبالتالي كان فيه زي ما بنقول كده اللي هو اعاده ترتيب البيت من جوه. اي والله بما ان في صفقات اجانب انا اللي هتولاها في فريق سكاوتنج، لان اللعيبه المحليه احنا كلنا عارفينها، يعني لو جينا نتكلم على صعيد اللعيبه المحليه فاحنا كلنا عارفين اللعيبه المحليه يعني، بس لو هيتتولاها لجنه التخطيط فهيبقى الموضوع تمام. يعني ما فيهوش سريه كبيره قوي يعني، خصوصا لو بتتكلم على الدوري المصري، لو اتكلمت لاعب او اي حاجه هتلاقي وكيله مطلع مشرب الكلام، اللاعب نفسه عن طريق صحابه الصحفيين برضه بيطلع الكلام، صح. الموضوع ما بيبقاش فيه لكن عكس عكس الصفقات الاجنبيه يعني، الصفقات الاجنبيه قليل جدا لما بنطلع بمعلومه، ولكن كثيرا لما بتلاقي ان الصحف الاجنبيه مثلا هي اللي بتقول على اسم اللاعب اللي بيهتم بيه النادي الاهلي، فبيبقى صعب هنا في مصر ان بيتعرف اسم اللاعب الاجنبي اللي معروض على النادي الاهلي. إذن يا جماعة ده ملف مهم بفتحه معاكم وبنفرد بيه معاكم. ماذا سيحدث في جلسة الكابتن محمود الخطيب وكولر وأمير توفيق وترتيب الأوراق؟ وخلوني قبل ما أقفل الملف ده مع إبراهيم وأروح للملف الثاني أقول إن أنا معجب جدا بطريقة إدارة كولر لملف الكورة داخليا، وإنه قدر يعمل تصور عالمي بشكل أكثر من رائع، توافق مع فكر الإدارة والمشرف العام على الكورة الكابتن محمود الخطيب، وبدأت الأمور تتضح وترتب الأوراق بشكل منظم، دور لجنة التخطيط، دور أمير توفيق، دور سيد عبد الحفيظ، دور المجلس الإدارة اللي مفوضه الكابتن اللي متفوض بنيابة عنه الكابتن محمود الخطيب. عشان كده خلال الساعات القادمة سيكون أول اجتماع من وجهة نظري، أنا بقول عليه تنظيمي، أول اجتماع تنظيمي منذ قدوم كولر ما بين الخطيب وكولر وأمير توفيق. قبل الاجتماع ده اللي هيكون خلال ساعات الأمور وضحت، لجنة التخطيط هي مسؤولة عن كل اللعيبة المحلية، أمير توفيق سيتولى الملف بتاع اللاعبين الأجانب بالكامل. مارسيل كولر في ضوء هذا الترتيب مقدم ورقة عمل شاملة، طموحاته في كواليتي لاعبي الأهلي خلال الفترة القادمة من مركز حراسة المرمى وحتى مركز المهاجم، واللاعبين والبدائل وبدايل البدائل، وإن هو عايز يوصل لكواليتي معين يتواءم مع فريق يحصد بطولات قارية ويقدم مستوى راقي جدا في كأس العالم للأندية. وده اللي كان ناقص الأهلي من بعد فترة التخطيط اللي كانت مع فايلر، ويمكن فترة التخطيط اللي كانت مع فايلر اتبنت على فكر معين، الأهلي جنى ثماره مع موسيماني ثم جاء الدروب، والنهاردة انت في مرحلة البناء الجديد ستجني ثمار كبيرة خلال الفترة القادمة. خلي بالك من النقاط دي. فانا بنفرد معاك اهو بورقه العمل، واللي هيحصل ما بين الخطيب وكولر وامير في الاجتماع المنتظر خلال الساعات القادمه.